اضغط على زر اللايك، فهذا أقوى دعم يمكنك تقديمه لنا لنستمر. يستطيع الدماغ البشري حل المشاكل الأكثر تعقيداً، وهذا هو السبب الذي جعل العلماء يرجحون كفته على كافة أعقد الحواسيب بالعالم. ولكن ماذا سيحدث إذا بدأ جهاز الحاسوب الخاص بك بتبادل المعلومات مع الغرباء؟ في هذا الفيديو إليكم 10 حيل مذهلة يستخدمها عقلك تجاه مواقف معينة. فلنبدأ. لا تستطيع أن تتوقف عن النظر لشخص ما. غالباً ما يشعر عقلك في هذه الحالة بالتعاطف مع هذا الشخص، ويترجم هذا على أن هذا الشخص يفتقد لشيء ما أو لتفصيلة هامة في مظهره وأدائه. عندما تفقد أدلتك على إثبات أو نفي شيء ما، أنت بالتأكيد شخص ذو ثقافة عالية، وتميل إلى تحليل جميع المواقف والأفكار التي تتعرض لها. وعندما تفقد أدلتك التحليلية خلال هذه المواقف، تتوقف عن إصدار الأحكام في الحال. أنت حساس للغاية تجاه النقد. إذا كنت شخصاً تمتلك حساسية مفرطة تجاه الكلمات السلبية الموجهة لك، فإن عقلك يبدأ بإصدار الأوامر لباقي أعضاء الجسم من أجل ضخ المزيد من هرمون الكورتيزول للمساعدة على تقديم حيل دفاعية. هل تمتلك خطاً سيئاً في الكتابة؟ هذا معناه أن عقلك يعمل أسرع من يديك. سرعة الأفكار التي ينتجها عقلك تمنع يدك من إضاعة المزيد من الوقت في ترجمتها إلى جمل وعبارات. لا تستطيع التخلص من عادة ضارة. أنت تمتلك عقلاً كسولاً للغاية، فهو يميل إلى القيام بالأعمال الأساسية في الحياة بأقل مجهود يذكر. لذلك لا يستطيع عقلك التوقف عن اللجوء إلى تلك العادات الغير مرغوب فيها. هل نسيت فجأة ماذا كنت تنوي أن تفعل أو تقول؟ ذاكرتك القصيرة تحتاج إلى الكثير من المساعدة، حيث يعجز عقلك عن التفكير في عدة أمور وردت في ذهنك تباعاً ليقوم بالتركيز فقط على شيء واحد، وهو أنك ذهبت إلى هذا المكان بالفعل. هل أضعت البحث عن شيء كنت تنظر إليه منذ لحظة؟ عيناك أسرع من عقلك. أنت لا تعطي الوقت الكافي لعقلك في هذا الموقف كي يستقبل المعلومات المطلوبة من عينيك عن موقع هذا الشيء. هذا يدفعك إلى الغضب قليلاً. حسناً، في هذه الحالة عقلك لم يقبل هذه الإهانة. رأيت في أحلامك أشياء فعلتها خلال يومك. أنت إذا قضيت وقتاً طويلاً تداوم على ممارسة أعمال مكررة، فعكف عقلك في تلك الحالة على استقبال تلك المعلومات المكررة التي تمده بها بشكل دائم إلى ترجمتها وكأنها أحلام. لم تستطع تذكر اسم الشخص حتى وإن كنت تعرفه. أنت شخص بصري إلى حد كبير. عندما تقابل شخصاً ما لأول مرة، يمتلئ هذا اللقاء بالكثير من المعلومات التي يحتاج العقل إلى تسجيلها. ولحفظ الطاقة يفضل عقلك تسجيل الصور والأشكال عن تسجيل الأسماء والألقاب. تصاب بدوار البحر دائماً. عيناك وعضلاتك يعتقدان أنهما في حالة راحة، بينما يستقبل عقلك الحركة كلها ويعتقد بأنها سم. تدفعك هذه العملية إلى الشعور بالإعياء عند ركوبك أي وسيلة مواصلات بحرية. إذا أعجبك هذا الفيديو، لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في أمان الله.